على بركته نتوكل ونستعين. متابعينا مستمعينا الكرام الأفاضل أحييكم وأجدد بكم وبحضراتكم التحية والترحيب، مستمرين بهذه الانطلاقات، مستمرين بهذه التحديات مع هذه الأمسية التراثية الجميلة في أول أيام هذا المهرجان وهذا الكرنفال الكبير، مهرجان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي يقام في هذا الموسم في إمارة رأس الخيمة في ميدان السوان بالتحديد. لننطلق على بركة الله، لنسير على بركة الله بمسار شوطنا 13 الخاص بالحقائق القعدان. أتابع مقدمة الشوط، فجاج على المركز الأول، محمد بن سلطان بن سعيد المالكي على المركز الأول وعلى مقدمة هذا الشوط، بينما النقلة والانتقال على المركز الثاني لأتابع لافي سعيد بضعيف مسيف الشامسي على المركز الثاني. المركز الثالث شاهين سعيد، هناك سعيد بسهيل بالقطري الخيالي يتقدم وينطلق بهذا الانطلاق وبهذا الحضور على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع شعار بن حمدش المتقدم والمنطلق مع متوه في هذه اللحظات مبارك بن سعيد بن محمد بن حمدش الخيالي، شعار الرحيل، شعار الأسماء الجميلة الذي يقدم لنا بن حمدش في هذا المساء، بينما أتابع شعار بن سرود من الجانب الأيمن ينطلق ويندفع مع الجارح عبيد بن عيسى بن عبيد بن سرود الخيالي، وأتابع أيضا القادم والواصل في هذه اللحظات المنطلق مزاحم راشد بن مسعود بن خليفر الهشامي يتقدم وينطلق ويندفع هنا بن حبيب بانطلاقة شوط، بينما أسماء كبيرة شعارات رنانة لا صولاتها ولها جولاتها قادمة لا محالة مع الأمتار الأخيرة ليعود. وأتابع أيضا هنا الأسماء التي بدأت تصل وبدأت تنطلق، شاهين محمد بن علي بن هادي العجمي يصل بشعاره ويتقدم أيضا. أتابع أتابع القادم والأطلسي ركام بن سعد بن عبد الله المري يتقدم وينطلق، ولكن يا أخواني المالكي، المالكي مع لوحة الاثنين كيلو متر، يا من تتابعون ويا من تراقبون هناك، والمالكي على صدارة الشوط، المالكي بصدارة هذه الأسماء منذ البداية وحتى هذه اللحظات مع فجاج محمد بن سلطان بن سعيد، المالكي على المركز الأول، بينما اللي بالمركز الثاني أتابع القادم والمنطلق في هذه اللحظات لافي سعيد بضعيف بسيف الشامسي يتقدم على المركز الثاني، بينما اللي على المركز الثالث وصل وابناء الرميل تقدم برحبيب بشعاره الكبير بشعاره الخطير الذي يقدم المستويات المرموقة والكبيرة، ينطلق بانطلاقة الشعار وبحضور برحبيب بانطلاقة مزاحم راشد بن مسعود بن خليفر الهشامي ومتوه قادم وبكل قوة بن حمدش، يا متوهم يا مضيعهم بانطلاقات كبيرة بمستويات كبيرة يتقدم بن حمدش من قدم لنا في هذا المساء رحيل ولطالما، ويقدم الأسماء والأسماء ويتواصل بالعطاء بشعار الكبير الخزناوي بن حمدش، والقادم المري الواصل المري مع الأطلسي ركام بن سعد بن عبد الله، هناك المري بن سرود قادم والزعيري قادم وبالحب قادم، ولكن الفوز وين؟ الانطلاق وين؟ التحدي وين؟ لافي 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 على المركز الأول انطلق بانطلاقته سعيد بضعيف بسيف
الشامسي مع 800 متر أخيرة، بن سروت قادم، وبن حبيب قادم، وبن حمدش قادم، والزعيري قادم. ولعت يا أخواني ولعت، ولعت يا أخواني ولعت، قنبعت يا أخواني قنبعت، من أجل الفوز من أجل الناموس. ولكن لافي لافي يا بضعيف، روح يا الشامسي روح يا الشامسي، لا تترياهم، روح. الله الله على المستوى، الله على الانطلاق، عطى واحدة وذنتين يا بضعيف، خله يروح خله يروح يا راعي. لافي 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 السعيد بضعيف بسيف الشامسي، لحظات الإقلاع الأخيرة، لحظات الإبداع الأخيرة، انطلق بضعيف انطلق بضعيف، لافي 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 لافي، بعرض كعروض الكبار، بإبداع كإبداعات الكبار، انطلق بضعيف انطلق مالك لافي. سعيد بضعيف بسيف الشامسي، بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله، هذا هو الإبداع هذا هو الإمتاع، وإلا فلا يا بضعيف. سلام سلام سلام، سلامي عليك سلامي عليك يا الشامسي، سلام سلام زاخر سلام سلام لافي سلام، بسم الله عليه. المركز الثاني، أتابع اللي وصل على المركز الثاني، هناك انطلاقة وصول اللي على المركز الثاني كان القادم والحاضر، هناك سراب عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي. المركز الثالث كان الوصول والانطلاق من الجارح عبيد بن عيسى بن عبيد بن زرود الخيل. المركز الرابع شاهين وسعيد بن محمد بن حب العامري. والمركز الخامس وصول وانطلاق من لهب علي بن مسمر بن علي الخيلي. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. العودة إلى لافي وتوقيته الزمني وعرضه المثير، عرضه الكبير باللحظات الأخيرة، 5 دقائق 58 ثانية، جزء واحد من الثانية، انطلاقة لافي وشعاره القادم والحاصل على ناموس هذا الشوط. سعيد بن ضعيف بسيف الشامسي، سلامي عليك يا الشامسي، وسلامنا لزاخر سلام. المركز الثاني، أتابع التوقيت الزمني، 6 دقائق ثانيتين، 4 أجزاء من الثانية. الواصل على المركز الثاني والمنطلق هو سراب عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي، أو عبيد بن محمد بن حمد الوهيبي، مشكور يا عبيد. المركز الثالث شعار، هناك القادم شعار أبو عبد الله اللي 6 دقائق 3 ثواني بالوفاء والتمام. الجارح بن سرود عبيد بن عيسى بن عبيد الخيلي. تهانينا والناموس لجميع